بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض الجزء الثاني من شابتر 5 للمادة M105. وصلنا في الجزء الأول للمثال guessing numbers. هناخد بعد كده المثال اللي اسمه an advanced math learning tool. والمثال ده احنا خدناه قبل كده في شابتر 3، ولكن ما خدناهوش بالشكل اللي هو عليه دلوقتي. ده كان بيكلمك في ان انت يعني مثال او انت بتعمل برنامج للطلاب الصغيرين ان هما بيتعلموا عمليات الطرح. فهو بيدخل العدد الاول او نمبر 1 ليكن 5، وبيدخل العدد الثاني اللي هو 2، وبيبدا يعمل عمليه حسابيه 5 ناقص 2، وبيبدا المستخدم ان هو يشوف 5 ناقص 2 او الطالب يشوف 5 ناقص 2 فيدخل الحل، ممكن يدخل 3 مثلا فيقول له ان الاجابه الصحيحه، وممكن يدخل رقم ثاني فيقول له ان الاجابه غلط. طيب كان في مشكله ان ممكن بما ان الكمبيوتر بيولد عددين بشكل عشوائي نمبر 1 ونمبر 2، ممكن الكمبيوتر يولد العدد اللي فوق اصغر من العدد اللي تحت. في الحالة دي المفروض ان انت بتعمل ايه؟ بتعمل عملية سواب، عملية تبديل، بتنقل العدد اللي فوق تحت والعدد اللي تحت فوق. يبقى لو العدد ده اللي فوق اللي هو نمبر 1 طلع اصغر من نمبر 2، المفروض انك بتعمل بينهم عملية تبديل. طيب في حاجة تانية بقى، طبعا احنا كنا وصلنا في المثال لحد كده. الجديد هنا ان هو كان بيقولك ان المثال ده بيشتغل لمرة واحدة بس، يعني سؤال واحد يطلعه للمستخدم والبرنامج يقفل على كده. لا، قال لك احنا عايزينك تستخدم اللوب بحيث انك تطلع للمستخدم 5 اسئله مثلا. The math subtraction learning tool program generates just one question. بيقول لك المشكله انه كان بيجيب بس one question، بيولد سؤال واحد بس في كل مره بيشتغل بيها. You can use a loop، ممكن تستخدم اللوب to generate questions عشان تطلع اكتر من سؤال. This example gives a program that generates 5 questions، بيولد 5 أسئلة، and reports the number of the correct answers. وفي الآخر أنت بتعد الأسئلة الصحيحة، يعني لو المستخدم مثلا جاوب 5 أسئلة صحيحة، تطلع تقول له والله المستخدم جاوب 5 أو 4 أو 3 أسئلة صحيحة. After a student answers all 5 questions، بعد ما المستخدم ما خلاص يحل ال5 أسئلة، بتطلع له تقول له أنت حليت كذا سؤال بشكل سليم. طيب هل السؤال بيجي لك في الامتحان بالشكل ده؟ لا، السؤال ما بيجيلكش في الامتحان بالشكل ده، هو هنا بيعلمك بس، عشان في ناس كتير بتتلخبط يقول لك انا مش فاهم، طب انا السؤال قدامي اهو احل ازاي. لا، مش ده السؤال اللي بيجيلك في الامتحان، هو هنا بيديلك مجموعه من المهارات بس، ولكن ما بيعلمكش طريقه السؤال. عايز تعرف طريقه السؤال عامله ازاي، روح على الاكسترا اكسرسايز الخاصه بالشابتر ده، في لكل شابتر اكسترا اكسرسايز هتلاقي فيه طريقه السؤال عامله ازاي. طبعا مش طريقه السؤال لنفس السؤال، لا، لاسئله تانية. طب لنفس السؤال انا جبت لك طريقه هنا، يعني حاولت ان انا اكتبها لك بحيث انك تكون عارف شكل السؤال. تعالوا بقى نحله واحده واحده. Create a program to teach a first grade child how to learn subtractions. انت بتعمل برنامج بيعلم الطلاب الصغيرين ازاي يتعلموا عمليات الطرح. The program randomly generates two single digit integers اللي هم number 1 and number 2. يبقى المفروض ان البرنامج بشكل عشوائي اول حاجه بيعملها بيولد number 1 وبيولد number 2. طبعا احنا خدنا المثال قبل كده، المفروض انك تكون عارف ازاي تولد number 1 و number 2 بشكل عشوائي. هتيجي هنا تقول له int number 1 هيساوي، المفروض بنعمل حاجه اسمها math.random، صح؟ وماث دوت راندوم بنضربها في 10. ليه؟ عشان يولد لك اعداد من 0 ل 9، احنا عايزين عدد من 0 ل 9. بس المفروض ان انت بتيجي هنا تعمل قوسين حواليهم كده، تمام، وتيجي كمان في الاول تعمل كاستنج الانتجر. وزي ما عملنا في نمبر 1 هنعمل في نمبر 2، هنولد عدد تاني عشوائي اسمه نمبر 2، هيجيب لي عدد عشوائي من 0 ل 9. خلاص، يبقى احنا جبنا نمبر 1 ونمبر 2، كل واحد منهم هيولد عدد من 0 ل 9. طيب في مشكلة، افرض ان نمبر 1 طلع اصغر من نمبر 2، يعني نمبر 1 مثلا الكمبيوتر ولده فطلع 2، ونمبر 2 الكمبيوتر ولده فطلع 9. كده هيعمل لك عملية 2 ناقص 9، فالطالب مش هيفهم حاجة. انا عايز لما نمبر 1 يكون عدد اقل يحصل عملية تبديل او عملية سوابنج. اعمل ايه؟ هقول له اف لو نمبر 1 اصغر من
نمبر 2 اعمل لي عملية تبديل. طيب يا عم هعمل لك عملية تبديل ازاي؟ والله هتعمل لي متغير في النص اسمه تمب. تمب ده هتحط فيه بشكل مؤقت نمبر 1. خلاص، بما ان انا حطيت فيه نمبر 1، اذا قيمة نمبر 1 مش مهمة قوي دلوقتي، فهقول له خلي نمبر 1 بيساوي نمبر 2. يعني ايه يا عم؟ واحدة واحدة. انا عندي نمبر 1 وعندي نمبر 2. نمبر 1 في عدد اقل من نمبر 2، في الحالة دي هعمل متغير اسمه تم. وبعدين هاخد نمبر 1 احطه في التم، 2 هحطها في التم، فبقت قيمة محفوظة. اذا 2 دي ما بقتش مهمة قوي انها تتخزن في رقم 1 في نمبر 1. ليه؟ لان انا خزنتها في التم. فهاخد نمبر 2 اخزنه في نمبر 1، فده ما عادش 2، امال بقى كام؟ بقى 9. وبعدين هاخد اللي في التم احطه في نمبر 2، فبقى الاتنين هحطها هنا في 9، فبقت كده. اذا ده كان 2 بقى 9، وده كان 9 بقى 2. طيب تعال نعيد على الخطوات تاني. انا عملت متغير اسمه التم، حطيت فيه نمبر 1 اهو، التم حطيت فيه نمبر 1. وبعدين خدت قيمة نمبر 2 حطيتها في نمبر 1، خدت قيمة نمبر 2 حطيتها في نمبر 1، بقول له نمبر 1 خليه بيساوي نمبر 2. الخطوة الثالثة هاخد القيمة اللي في التم احطها في نمبر 2. يبقى الخطوة الثالثة هاخد القيمة اللي في التم احطها في نمبر 2، اقول له نمبر 2 بيساوي تم. خلاص، يبقى انا كده عملت عملية سواب. طيب بعد كده، بعد كده المفروض ان انت اند نمبر 2 ود نمبر 1 اهو، هو هنا قال لك ود نمبر 1 لازم يكون اكبر من نمبر 2، عشان كده عملنا عمليه الاسواب. اند ديسبلاي ا كويتشن ساش از، المفروض انك هتطلع كويتشن او سؤال للمستخدم تقول له وات از 9 ناقص 2 وعلامه استفهام. فانت المفروض ان انت دلوقتي خلاص نمبر 1 ونمبر 2 دول اتولدوا عن طريق الكمبيوتر. المفروض دلوقتي تختبر المستخدم، تشوف هل هيجاوب بشكل سليم ولا لا. فانت هتطلع له دلوقتي رسالة للمستخدم تقول له what is number 1 اللي هو ممكن يكون 9 مثلا. انت عايز تقول له what is 9 ناقص 2، فهتقول له what is number 1 اللي هو 9 ناقص، لانها هتنزل زي ما هي هنحطها بين دبل كوتيشن، هنحط ناقص نمبر 2 اللي هو ممكن يكون 2 مثلا. عايزين نحط علامة الاستفهام فهنحطها بين دبل كوتيشن كده. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ ان انا عايز اطلع المستخدم رسالة وات از 9 ناقص 2 وبعدين علامة استفهام. وات از دي كلمة هتنزل زي ما هي، حطيتها بين دبل كوتيشن. نمبر 1 طبعا 9 دي مش هتبقى 9، ده هتبقى نمبر 1، ممكن تكون 9 8 زي ما يولدها الكمبيوتر بشكل عشوائي. تمام، علامه الناقص هتنزل زي ما هي لانها بين دبل كوتيشن. نمبر 2 ممكن يكون في اي رقم، هينزل الرقم. وبعدين علامه الاستفهام هتنزل زي ما هي. دلوقتي انا بقول للمستخدم وات از 9 ناقص 2، فمستني من المستخدم ان هو يدخل لي قيمه معينه، لان المستخدم هيدخل قيمه معينه لازم اخدها منه في متغير. فهعمل متغير اسميه مثلا انسر عشان اخد فيه القيمه اللي اخدها من المستخدم. وطالما هاخد قيمه من المستخدم المفروض ان انا اعمل امبورت للسكانر. واجي هنا اخد اوبجكت من السكانر اقول والله سكانر انبوت يساوي نيو سكانر سيستم دوت ان. خلاص دلوقتي بقى عندي انبوت اقدر اخده من المستخدم، اقدر اجي هنا واقول له انبوت دوت نيكست انت. يبقى دلوقتي انا بسال المستخدم سؤال بقول له ايه اجابه 9 ناقص 5 او 9 ناقص 4، فالمفروض ان هو هيدخل قيمه من لوحه المفاتيح، القيمه دي هتتخزن في انسر. طيب دلوقتي انا عايز اختبر بقى هل المستخدم جاوب بشكل سليم ولا لا. After the student types the answer، بعد ما المستخدم ما يكتب الإجابة بتاعته، the program display whether the answer is correct ولا لا. المفروض البرنامج يعرض رسالة يقول لك هل الإجابة صحيحة ولا لا. Number 1 و number 2
دول اللي الارقام اللي ولدها الكمبيوتر بشكل عشوائي، وانسر دي الاجابه اللي دخلها الطالب. فانت هتيجي هنا تعمل اف ستيتمنت، تقول له والله لو نمبر 1 ناقص نمبر 2 طلعت بتساوي الانسر اللي دخله المستخدم، ما هو الانسر ده هو اللي جاوب عليه المستخدم، ونمبر 1 ناقص نمبر 2 دول اللي ولدهم الكمبيوتر. فالكمبيوتر هيعمل عمليه طرح، يشوف هل نمبر 1 ناقص نمبر 2 بتساوي الاجابه اللي دخلها المستخدم. والله لو طلعت فعلا سليمه طلع له رساله اقول له your answer is correct. طب ولو طلعت مش سليمه؟ خلي بالك هنا يساوي يساوي. طب ولو طلعت مش سليمه؟ لو المستخدم ما جابش اجابه سليمه، يعني نمبر 1 9 ونمبر 2 3، 9 ناقص 3 المفروض 6، لا المستخدم لما جاوب جاوب 5، يبقى هيروح عند إلس، هيطلع له رسالة بتقول your answer is wrong. تعالوا كده نجرب ونشوف. what is 9 ناقص 0؟ 5. your answer is wrong. What is 1 ناقص 0؟ 5. Your answer is wrong. What is 2 ناقص 1؟ 1. Your answer is correct. المفروض كمان لما تطلع wrong تطلع له رسالة تقول له هي wrong ليه؟ أو تقول له مثلا إيه إن number 1 ناقص number 2 المفروض تيجي هنا تقول له مثلا should be، المفروض ان الاجابة السليمة تكون كذا. المفروض تقول له ان الاجابة السليمة المفروض ان هي تكون كذا. what is 9 ناقص 3؟ هقول له 5. قال لي لا your answer is wrong، 9 ناقص 3 should be 6. تمام؟ طيب هنا بقى عايز منك ايه الجديد بقى في السؤال ده؟ use a loop to generate 5 questions. المفروض هنستخدم اللوب عشان نعمل جنريت او توليد لخمس اسئله. and report the number of the correct answer. المفروض كمان بعد ما المستخدم ما يجاوب على الخمس اسئله تيجي تقول له كم سؤال طلع عندك صحيح، كم عدد الاسئله الصحيحه. فهنستخدم الوايل لوب. طب الوايل لوب هتلف على ايه بالظبط؟ هتلف على كل حاجه. الوايل لوب هتلف على كل حاجه، ليه؟ لان ده كله تنفذ مره واحده بس. عايز تنفذه خمس مرات حطه داخل الوايل لوب. تعالى كده نعمل وايل لوب. اهو الكل اللي فتحتها هنا وهقفلها في الاخر. عايزين لوب تلف خمس مرات، في ثلاث حاجات لازم نعملهم اوعى تنساهم. اول حاجه هتعمل الديكلاريشن والانيشاليزيشن، انت اي بيساوي 1. وبعدين جوه الوايل لوب هنا هنعمل ايه؟ هنحط قيمه النهايه، دي كانت قيمه البدايه، هنحط هنا قيمه النهايه نقول له اي اصغر من او يساوي 5. مش انت عايزهم 5 من 1 ل 5؟ طيب في حاجه كمان ناقصه اللي هي ايه؟ قيمه الانكريمنت او الديكريمنت اللي بنحطها في اخر الوايل لوب. هقول له اي بلس بلس، مش لازم اي، ممكن اسميها حاجه تانيه، اسميها زي ما هو مديها لك في المثال كاونت. واحنا لازم نسميها اي، ممكن نسميها كاونت، ممكن اسميها اي حاجه. طب هل لازم ابدا من 1 لحد 5؟ لا، ممكن تبدا من 0 لحد 4. لو هتشيل العلامه دي اللي هي علامه يساوي، انا مش بلخبطك بس بديلك كل الاحتمالات. لو انت هتشيل العلامه دي، يعني انت لو بدات من هنا من 0، هنا بتقول له لحد كاونت، بس خلي بالك ان هنا لو قلت له اصغر من او يساوي هيعد من 0 ل 5، يعني هيعد 6 مرات. لو شلنا هنا علامه اليساوي، هنا اقل من 5 يعني لحد 4، يبقى من 0 ل 4 يعني 5 مرات. فانت ممكن تقول له من 0 ل 5 بالشكل ده بس تحط اصغر من، وممكن تقول له من 1 ل 5 بس تحط علامه اصغر من او يساوي، الاثنين زي بعض.
خلي بالك بقى من الحته اللي جايه لانها مهمه جدا. انا كل اللي زودته ايه؟ انا زودت بس جمله الوايل. طب الوايل دي هتلف 5 مرات بس كده، مش هيعرفني انا جاوبت كام سؤال صح وكام سؤال غلط. لو عايز تعرف انت جاوبت كام سؤال صح وكام سؤال غلط، تعالى كده قبل الوايل لوب تعالى نعرف كمان متغير. نقول له انت correct answer هيساوي زيرو. انا عملت عداد، العداد ده بدأ من زيرو. وهاجي هنا لو المستخدم، لو نمبر 1 ناقص نمبر 2 بيساوي انسر، معنى كده ان المستخدم جاوب اجابه سليمه، صح ولا لا؟ وانا كمان قلت له يور انسر از كوريكت. مش بس كده، ده انا كمان هاجي هنا اقول له كاونت بلس بلس، عفوا كوريكت انسر المتغير اللي انا عملته بلس بلس. يعني كل ما المستخدم ما يجاوب اجابه سليمه زود الكاونت او الكوريكت انسر زودها 1. يعني هي اول مره بصفر، لو المستخدم جاوب اجابه سليمه هتبقى 1، لو جاوب كمان اجابه سليمه هتبقى 1. كل مره يجاوب المستخدم اجابه سليمه هتزود الكوريكت انسر ب1. وفي الاخر خالص بعد ما نخلص الوايل لوب دي، اخر حاجه في الوايل، هنيجي هنا طلع له رساله نقول له number of the correct answer is، حط اسم المتغير اللي اسمه correct answer. تعال بقى نشغل البرنامج بتاعنا. What is 4 ناقص 0؟ هقول له 4. قال لك your answer is correct، وخلي بالك انه عد 1. ليه؟ لان الاجابة سليمة. 8 ناقص 5 هقول له 2، your answer is wrong. What is 7 ناقص 0؟ هقول له 5، your answer is wrong. 5 ناقص 4 هقول له 1، الإجابة سليمة. What is 9 ناقص 4؟ هقول له 5، الإجابة سليمة. في الآخر قال لك number of correct answer is 3. إحنا جاوبنا 3 إجابات سليمة. خلاص؟ فالكاونت دي مهمة. إن أنت مع شرط معين لما تكون الإجابة سليمة بتزود الكاونت بلس بلس بالشكل ده. طيب المثال خد مننا وقت قد ايه؟ ممكن ياخد من طالب وقت صغير وممكن ياخد من وقت من طالب وقت كبير. فانا عايز احسب للطالب الوقت اللي المفروض ان هو هيستغرقه في حل المثال ده، هو خد كام ثانيه بالظبط؟ في عندنا طريقه بتعمل لنا الموضوع ده. فين الوايل لوب؟ بدا منين؟ بدا من هنا. في عندنا طريقه بتعمل لنا الموضوع ده. باجي انا قبل المثال اللي هو يحله واقول له مثلا انت ستارت، او خليها لونج، لونج ستارت تايم هيساوي سيستم دوت كرنت تايم ان ملي سكند. ده بيجيب لك الوقت الحالي بالملي سكند. هيحطه فين؟ هيحطه في الستارت تايم. وتعالى نعمل كمان متغير لونج اند تايم هيساوي برضو سيستم دوت كرنت تايم ان ملي سكند. بس خلي بالك ان الاثنين هيدوا لك نفس الوقت بالظبط، الاثنين الستارت تايم والاند تايم هيدوا لك نفس الوقت بالظبط، الا لو حطيت ده قبل الوايل لوب وحطيت ده بعد الوايل لوب. وعشان تحسب الفرق بينهم بالظبط هتيجي هنا تعمل متغير لونج تسميه مثلا تيست تايم او تسميه اي حاجه، وتجيب الفرق بين الاثنين تقول له والله اند تايم ناقص ستارت تايم. يبقى انت هتحط ده قبل الوايل لوب الستارت تايم، وهتحط الاند تايم بعد الوايل لوب، وكده هتعرف الفرق بينهم هما الاثنين. تعال نجرب كده. الوايل لوب اهي، هنحط قبلها الستارت تايم، هنشيل الاثنين دول، يبقى احنا حطينا قبلها الستارت تايم. نيجي بعد ما نخلص الوايل لوب وبعد ما ننهي السؤال خالص هنا كده نحط الايه؟ الاند تايم. فهنا هيجيب لك وقت مختلف. عايز تعرف الفرق بين الاثنين؟ هات الفرق بين الاثنين فهيطلع لك الوقت. في مشكلة واحدة، ان الوقت اللي هيطلع هيطلع بالملي سكند، فعشان تجيبه بالسكند لازم تقسم على 1000. تعالى هنا اقول له زائد سلاش ان عشان ننزل سطر، وممكن نقول له مثلا ايه تيست تايم هيساوي بعدين زائد تيست تايم على 1000 سكند.
او seconds بالشكل ده. تعال كده نجرب اهو، 9 1 اي حاجة بقى، 2 ناقص 1 5. فقال لك والله number of correct answer is 1، انت جاوبت اجابة واحدة سليم تمام. تيست تايم 9 سكند، شوف جابها لك بالثواني ازاي. لو ما قسمتش على 1000 مش هيجيبها لك بالثواني، لكن هو هنا جابها لك بالثواني وقال لك ان انت خدت في الاختبار ده 9 سكند 9 ثواني بالظبط. طيب ده كان المثال اللي موجود هنا. المثال اللي بعده بيقول لك ending a loop with a sentinel value. السنتينل فاليو من الاخر هي القيمة الحارسة او القيمة الحامية، اللي هي من الاخر الحالة التانية من الحالات اللي بنتكلم فيها عن الوايل لوب. الوايل لوب في حالتين، حالة لما بعد من عدد لعدد، والحالة التانية لما في قيمة معينة بتوقف الوايل لوب، هي دي اسمها السنتينل فاليو. خلاص، فهو هنا بيقول لك write a program that reads، شوف ده السؤال بقى، يعني ده كده سؤال اختبار. write a program that reads and calculates، تقرأ وتحسب the sum of the unspecified number of integers. unspecified يعني عدد غير محدد من الانتجرز او من الاعداد الصحيحة. حضرتك هتجيب المجموع بتاع عدد غير محدد. طب اللوب دي هتوقف امتى؟ لما المستخدم يدخل زيرو. the input zero signifies the end of the input، هو اللي بيحدد نهاية الانبوت. يبقى المفروض ان القيمة اللي هتوقف اللوب هي زيرو، اول ما المستخدم ما يدخل زيرو اللوب دي هتوقف. طيب تعالوا نمسح الكلام ده كده ونشوف هنحل السؤال ده ازاي. طبعا هو اللي طالبه منك في السؤال طالب منك انك تفضل او المستخدم يفضل يدخل ارقام، زي مثلا المستخدم دخل الرقم 2، فانت المفروض انك هتعمل تغير اسمه صم، تبدا تجمع فيه الاعداد. 2 بتجمعه على 0 يبقى 2. المستخدم دخل 3 تجمعه على 2 يبقى صم بقى 5. المستخدم دخل 4 تجمعه على صم يبقى بقى 9. فصم ده بايه؟ بيجيب لك المجموع. المستخدم دخل 10 تجمعه على صم يبقى 19، ويفضل يعمل كده ويجيب المجموع لحد ما المستخدم يدخل صفر. لو المستخدم دخل صفر خلاص يقف الانبوت وما عادش يطلب منك انك تدخل قيمة جديدة، ويبقى المجموع النهائي هو 19. هتعمل الكلام ده ازاي؟ هنعمل الكلام ده عن طريق وايل لوب. تقول له وايل، وايل ايه بقى؟ الوايل دي هتفضل تلف طول ما ايه؟ المفروض ان انت هتاخد من المستخدم قيمة، او هتاخد من المستخدم مجموعة قيم. طب ما انت عشان تاخد من المستخدم مجموعة قيم محتاج انك تطلع له رسالة تقول له enter a number، تمام؟ وتيجي هنا مثلا تقول له enter 0 to end the loop، تمام؟ طيب عايز تاخد من المستخدم قيم هتعمل ايه؟ تيجي هنا الاول تعمل سكانر، input هيساوي new scanner، تمام؟ خلاص عملنا سكانر، نقدر بقى ناخد من المستخدم قيمة. فهنعرف متغير ممكن نسميه داتا او نمبر، هنقول له بيساوي input.nextInt. خلاص يبقى انت عملت ايه دلوقتي؟ انت دلوقتي طلعت المستخدم رسالة وقلت له enter 0 to end the loop، فهو هيفضل يدخل ارقام، الارقام دي المفروض انها تتجمع. بس في مشكلة، لحد دلوقتي ما بدأناش الوايل لوب، احنا بس حطينا السطرين دول قبل الوايل لوب. المفروض ان الوايل لوب دي تفضل تلف طول ما ايه؟ طول ما المستخدم ما دخلش هنا صفر. يبقى انت هتقول له افضل لف طول ما الداتا لا تساوي صفر. دي اسمها السنتينال فاليو، اللي هي القيمة الحارسة. طول ما المستخدم ما دخلش صفر افضل لف. طيب هل السطرين دول هيكونوا قبل الفول لوب، عفوا قبل الوايل لوب، ولا جوه الوايل لوب؟ ها، السطرين دول لازم يبقوا قبل الوايل لوب وجوه الوايل لوب. ليه؟ لو انت حطيتهم قبل الوايل لوب، الوايل لوب هتلف على ايه؟ مش هتلف على حاجة. احنا محتاجين كل مرة الوايل لوب تلف يدخل قيمة جديدة يخزنها في الدات. ولو شلتهم كده وحطيتهم جوه الوايل لوب بس، قيمة الداتا انت ما كنتش خدتها قبل الوايل لوب،
فهيطلع لك ايرور لانه ما هو شايف متغير اسمه داتا. الداتا كان المفروض يتعرف هنا تمام، ولكن الداتا متعرف جوه. فانت المفروض ان القيمه دي انت بتاخدها قبل الوايل لوب وجوه الوايل لوب، بس بتعرفها مره واحده، يعني انت عرفتها هنا خلاص ما تجيش تعرفها هنا تاني. طيب بتبقى في اول الوايل لوب ولا في اخر الوايل لوب؟ بتبقى في اخر الوايل لوب تمام. طب جوه الوايل لوب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ناخد كل مره قيمه جديده للداتا، قيمه جديده اللي هو الرقم اللي انت بتاخده من المستخدم وتضيفه على صم. يبقى انت هتيجي هنا تقول له صم هيساوي صم زائد داتا. يبقى انت كل مره بتاخد قيمه جديده وبتضيفها لمين؟ بتضيفها لصم. بس صم لحد دلوقتي احنا ما عرفناهوش، المفروض نيجي قبل قبل الوايل لوب نقول له انت صم بيساوي زيرو. بس كده حلينا السؤال، انت كده عملت متغير اسمه صم. صم ده عامل زي المخزن، كل مره هتاخد قيمه جديده للداتا هتاخدها من المستخدم. اول مره خدناها منين؟ اول مره خدناها من هنا، خدت الدات ليكن مثلا 5، هتخزنها فين؟ هتضيفها على صم. في اللفه اللي بعدها من الوايل لوب طبعا هتاخد قيمه جديده للداتا، القيمه الجديده اللي انت خدتها من الداتا اللي هي كام؟ ليكن 4. هيروح يعمل تشيك في الوايل لوب، هيشوف هي لا تساوي صفر، لا تساوي صفر، ضيفها للصم. يبقى احنا هنضيف 4 هتبقى 9. المره اللي بعدها المستخدم دخل زيرو، هيروح يعمل تشيك هيلاقي ان الشرط ده بقى فولس. فولس ليه؟ لان الداتا بقت بتساوي زيرو، في الحاله دي هيطلع من الوايل لوب. فباختصار باختصار كده ومن الاخر، الوايل لوب دي هتفضل تلف طول ما الداتا لا تساوي صفر. طول ما المستخدم ما دخلش صفر هتفضل الوايل لوب دي شغال. تعال نجرب. اهو تعال ندخل 5 وبعدين 4 9، تعال ندخل 0 عشان ننهي الوايل لوب. خلاص كده انهى الوايل لوب. بس طبعا المفروض كنا نطبع رساله بعد الوايل لوب نقول له the sum مثلا is sum. يبقى هنا هندخل 5 وبعدين 4 وبعدين 0 عشان ننهي الوايل لوب، فقال لك في الاخر ذا سم از 9. دي بالنسبه للقيمه الحارسه اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب هنا جايب لك كوشن تحذير بيقول لك dont use floating point values for equality checking. الايكواليتي تشيكنج اللي هو لما احنا بنعمل التشيك بالطريقه دي، لما نيجي نقول له وايل ايتم او داتا او اي حاجه لا يساوي 0. طالما انت عملت كده لازم تتاكد ان انت ما عندكش القيمه اللي بتزيد او القيمه اللي تطرح ما يكونش فيها فلوتنج بوينت، ما يكونش فيها قيم عشريه بالشكل ده. اهو لما يكون في ايكواليتي تشيكنج ان لوب كنترول، ده ايكواليتي تشيكنج، يعني لما يكون في علامه اليساوي دي موجوده في اللوب كنترول. طيب ليه؟ لان هو في خطا شهير احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده في الشباتر اللي فاتت، لما قلت لك ان 0.1 زائد 0.1 زائد 0.1 زائد 0.1 دول مثلا لحد ما نوصل مثلا ان هم يكونوا 10، المفروض ان 10 من دول يدوا لك واحد صحيح، صح؟ ولكن 10 من دول مش هيدوا لك واحد صحيح، والكلام ده احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ان هو خطأ شائع. فاللوب دي لو جيت تلاحظ هتلاقي انها بادئه من 1 لحد 0. اللوب بادئه من 1، دي قيمة البداية وقيمة النهاية صفر. قيمة البداية ودي قيمة النهاية. طب كل مرة عشان نوصل لقيمة النهاية لازم يبقى في قيمة الخطوة. قيمة الخطوة بيقول لك item minus equal 0.1 يعني 1 من 10. يعني كل مرة هنقص 1 من 10. المفروض لما ننقص 1 من 10 ونرجع ننقص 1 من 10 ونرجع ننقص 1 من 10 و1 من 10 و1 من 10 نوصل في الاخر لزيرو. الحقيقه انك مش هتوصل لزيرو بالظبط، امال هتوصل لكام؟ هتوصل تقريبا ل 0.99% حاجه زي كده، مش هتوصل لزيرو بالظبط، عفوا هتوصل لبوينت مثلا 0.1 او 0.001، لكن مش هتوصل لصفر بالظبط.
فهو المهم ان هو هنا بس كل الموضوع ان هو بيدي لك تحذير، بيعرفك ان انت ما تستخدمش في حالة ان انت الكنترول بتاعك هيكون فيه ايكوال، ما تجيش تنقص او تزود بالعلامة العشرية، ما تستخدمش الفلوتينج بوينت دي. خلاص؟ هنا بيكلمك على حاجة اسمها الدو وايل. الدو وايل عاملة زي الوايل بس مقلوبة. يعني ايه مقلوبة؟ في الوايل كنا بنقول له وايل، وبعدين عندنا شرط معين، لو اتنفذ الشرط ده او لو الشرط ده بيدلنا ترو نفذ لي اللي جوه البادي. قلبها لك، قال لك لا، نفذ لي الاول اللي جوه البادي، لو الشرط ده ادالنا ترو. يعني الاول بتنفذ اللي جوه البادي وبعد كده بتروح تتشيك بتشوف الشرط سليم ولا لا. بس في مشكله اللي هي ايه؟ في حد هيقول لي طب ما ممكن البادي ده يتنفذ سواء الشرط ترو او فولس، يعني في كل الاحوال البادي ده هيتنفذ على الاقل مره اللي هي اول مره. هقول لك بالظبط كده، الدو وايل احنا بنحتاجها لما نكون عايزين ننفذ الشرط في الاول سواء كان الشرط ده ترو او فولس، هيتنفذ على الاقل مره واحده. وطبعا دي الرسمه بتاعتها، احنا عندنا شرط، بس قبل ما نشوف الشرط اصلا احنا بننفذ الجمله اللي موجوده هنا. فالجمله اللي موجوده هنا بتتنفذ حتى قبل ما نشوف الشرط. لو الشرط ترو ارجع مره تانيه نفذ الجمله تاني، لو الشرط ترو ارجع مره تانيه. فهي قريبه جدا من الوايل، ولكن زي ما قلت لك هي بالظبط مقلوبه. لما نيجي نعملها نعملها ازاي؟ ما بتستخدمش كتير قوي. اهو احنا عندنا اهو الوايل لوب اهي، صح؟ دي الوايل بدأت من هنا وانتهت هنا. طب لما نيجي نعكسها نعكسها ازاي؟ تاخد الجملة بتاعت الوايل دي تحطها في الاخر هنا، شوف اهو التو كيرل براكت اهو، حط لي الوايل هنا. بس لما تحطها هنا لازم تحط بعدها سيمي كولون. خلي بالك في الوايل ما بنحطش سيمي كولون بعد الشرط مباشرة، ولكن في الدو وايل لازم نحط السيمي كولون دي. وهنا نحط دو. شفت التحويل بينهم سهل قد ايه؟ تعالى هنا نقول له مثلا 5 وبعدين 4 وبعدين 0. قال لك ذا سامس 9، نفذ لك نفس الموضوع بنفس النتيجة، مفيش مشكلة، هي الدو وايل زي الوايل. طيب بعد كده بدأ يكلمك عن الفور لوب. الفور بقى هي أسهلهم. تعالى ناخد عليها شوية أمثلة صغيرة كده عشان نفهم فكرة الفور، لانها كمان المفروض الامثله بتاعتها بتيجي كتير في الاختبارات، يا يجي لك فور يا يجي لك وايل. الفور انت بتيجي هنا تحط الاول قيمه البدايه وبعدين قيمه النهايه وبعدين قيمه الخطوه، بتحطهم الثلاثه ورا بعض في نفس القوس ده، القوس بتاع الكونديشن ده بتحط فيه الثلاثه بيفصلهم بين بعض علامات سيمي كولون. في الاول بقول له مثلا انت اي بيساوي واحد، دي قيمه البدايه، بحط بعدها سيمي كولون. وبعدين اي اصغر من او يساوي خمسه، دي قيمة النهاية، بحط بعدها سيمي كولون. وبعدين اي بلس بلس. يبقى انا كده بقول له لف لي من واحد لخمسة وكل مرة زود ايه؟ زود واحد. شفت قد ايه سهلة؟ طيب هيلف خمس مرات يعمل ايه؟ يطبع لي اي جملة زي جملة مثلا ويلكم. تعال نجرب. طبع لك جملة ويلكم خمس مرات، ليه؟ هو بدأ من واحد لحد خمسة وكل مرة بيزود واحد. ممكن بدل ما تطبع قيمة ويلكم أو كلمة ويلكم تطبع له قيمة اي. اي في أول لفة بواحد، في اللفة اللي بعدها هتزيد واحد، ما هو خلي بالك في كل لفة بيزود لك واحد. في اللفة اللي بعدها اي هتبقى باتنين، في اللفة اللي بعدها بتلات، لحد كام؟ لحد خمسة. يعني كأنك بتقول له عد لي من واحد لخمسة وكل مرة زود واحد. طبع لك قيمة اي أول مرة بواحد، تاني مرة باتنين، وهكذا، لأنك قلت له اطبع لي قيمة اي. طب لو احنا عايزين ننفذ المثال بتاع الجمع نعمل ايه؟ زي ما قلت لك هتيجي هنا في الأول قبل الفور لوب انت صم هيساوي صفر. جوه فور لوب هتيجي تقول له صم هيساوي صم زائد اي. ليه؟ لأن اي أول مرة بواحد، هيضيفها على صم اللي هي بصفر هتبقى واحد. المرة اللي بعدها اي باتنين هيضيفها على صم هتبقى باتنين زائد واحد يساوي تلاتة. اي في المرة اللي بعدها بتلاتة هتجمعها على صم، لان صم عاملة زي المخزن، كل مرة بتاخد قيمة جديدة، كل مرة بتاخد قيمة جديدة. فتلاتة زائد تلاتة هيدي لك ستة، كل مرة هيفضل يجمع لحد ما يوصل لخمسة.
طبعا في الاخر بعد الفور لوب المفروض ان احنا نقول له system.out.println sum is sum is 15. ممكن بدل ما تقول له كده تقول له sum plus equal، يعني كل مرة خد قيمة i وضيفها على sum، كل مرة خد قيمة i وضيفها على sum. زي ما قلت لك جملة الطباعة دي ما ينفعش تكون جوه اللوب، ما ينفعش تحطها جوه الفور لوب. لو حطيتها جوه الفور لوب هيطبع لك الجملة دي في كل مرة هتلف فيها الفور لوب. الفور لوب هتلف 5 مرات، يعني هيطبع لك الجملة دي 5 مرات، وده شيء احنا مش عايزين. الجملة اللي في البداية دي برضو ما ينفعش تحطها جوه الفور لوب. لو حطيتها جوه الفور لوب في كل مرة هتلف فيها الفور لوب هيرجع قيمة الصم لصفر، وده برضو شيء احنا مش عايزين. طيب افرض ان انت عايز تعد الاعداد من 0 لحد 20، بس الاعداد الزوجية بس. انت عايز تعد من 0 لحد 20 بس عايز الاعداد الزوجية، يعني 0 بعدها 2 بعدها 4 بعدها 8. معنى كده ان انت عايز تزود كل مرة 2، فممكن بكل بساطة تقول له i plus equal 2، يعني انا كل مرة عايز ازود 2 واطبع لي i. بدأ من 0 2 4 6 8 10 12، عد الاعداد الزوجية بس. تمام. طب لو انا قلت له عد لي الاعداد الفردية من 1 لحد 20، هيبدأ بواحد، والمرة اللي بعدها هيزود 2، والمرة اللي بعدها هيزود 3، عفوا هيبدأ بواحد وبعدين 3 وبعدين 5 وبعدين كده. بس خلي بالك هنا بدأنا بواحد، المرة اللي فاتت بدأنا بصفر، كل مرة بنزود 2. بدأ بواحد، زود عليها 2 بقت 3، زود عليها 2 بقت 5، زود عليها 2 بقت 7. طب افرض ان هو قال لي عد لي الاعداد الفردية بس من 0 ل 20. خلي بالك عد لي الاعداد الفردية بس لازم تبدأ بصفر وتنتهي عند 20. لو انا بدأت بصفر وكل مرة زودت 2 هيبقى 0 2 4 6 8، فدي مشكلة. يبقى انت المفروض تستخدم طريقة تانية، تقول له هنا i بلس بلس. طبعا لو قلت له اي بلس بلس هيجيب لك من 0 ل 20 وكل مرة هيزود لك 1، لان عايز الاعداد الفردية بس، عايز 1 و3 و5، مش عايز كل الاعداد كده. فلازم تيجي تعمل شرط تقول له if i modulus by 2، لو قلت له صفر يساوي 0 كده هيجيب لك الاعداد الزوجية من 0 ل 20. اهو جاب لك الاعداد الزوجية. لو قلت له لا يساوي 0 هيجيب لك الاعداد الفردية. طبعا انا بحاول ادي لك الامثلة دي عشان تبقى ملم بفور بالكامل، لان فور مهمة، وهو للأسف في المذكرة مش جايب لك عليها امثلة. هو مش جايب لنا على فور امثلة في المذكرة. خلاص. طبعا هنا بنعد من 0 ل 20، بدأنا من 0 لحد 20 وكل مرة بنزود 1 بس، لان انا شلت الشرط. طب افرض ان انت عايز من 20 ل 1 او من 20 ل 0، يبقى انا هنا مش من 0 ل 20 بقى، ده انا هعكس، هخليها من 20 الى 0. بس في الحالة دي هتغير كمان حاجتين. دي مش هتبقى i بلس بلس، لانك مش كل مرة بتزود 1، انت كل مرة بتنقص 1، يبقى i ماينس ماينس، ودي مش اصغر من او يساوي، دي اكبر من او يساوي. كده بقى عدلك من كام؟ من 20 لحد 0. تعالوا نرجع تاني. طيب نقطة مهمة لازم تخلي بالك منها سواء في الفور او في الوايل. طالما انت بدأت من 0 ووصلت لحد اصغر من او يساوي 20، يبقى انت هتوصل ل 20 طالما فيه هنا علامة يساوي. من 0 ل 20 يعني 21 رقم، مش 20. عايزهم يبقوا 20، ابدأ من 1. لو بدأت من 1 لحد 20 بقوا 20، لأن أنت بادئ من 1 ل 20، لكن لو بدأت من 0 بقوا 21. في حاجة كمان، لو أنت قلت له i أصغر من 20 كده بقوا كام رقم؟ خلي بالك أنت بادئ من 0،
بدأت من صفر، اي اصغر من 20 يعني اي ما وصلتش ل 20، لان انت ما قلتلوش اصغر من او يساوي، انت قلت له اصغر من، يبقى اي هتوصل ل 19. من 0 لحد 19 يعني كام رقم؟ 20 رقم. مهمه جدا وبتلخبط. طيب تعالوا نرجع بقى للمذكره بتاعتنا تاني. هنا جاي بيقول لك ان انت ممكن تقول له مثلا من صفر لحد اي اصغر من 100. شوف بقى احنا فهمنا اهو، اي اصغر من 100 يعني اي وصلت لحد 99، من صفر لحد 99 خلاص. هتطبع ويلكم تو جافا 100 مره، ما هو من صفر لحد 99 يعني 100 مره، تمام؟ زي ما قلت لك دي قيمه البدايه، قيمه النهايه، قيمه الخطوه. ودي ده هو الشكل بتاع الفور لوب. الفور لوب ده الشكل بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى فيه هنا كونديشن اللي هو الشرط، بس مش بس الشرط، بيبقى فيه ثلاث حاجات. اول حاجه هي قيمه البدايه، وبعدين عندك الشرط في النص، وبعدين عندك قيمه الخطوه، وعندك هنا البادي بتاع اللوب. وطبعا بعد قيمه الخطوه مباشره بتفضل انت بقى ايه تلف، شوف هتلف كم مره لحد ما الشرط ده او الكونديشن ده يدينا فولس. في الحاله دي بنخرج من اللوب. حاول الرسومات دي تحفظها او تكون عارفها، لان هو ممكن يطلبها منك في الاختبارات طالما جابها لك في المنهج. دي عملية تريس. تريس يعني تتبع الكود، ان انت كل شوية هتبدأ بقى من اي، وبعدين اي مثلا يعني هنا بدأ لك من اي، بعد كده في الفور لوب هيبدأ يشوف بقى الشرط كل مرة، كل مرة يشوف الشرط. طالما ان الشرط بيساوي ترو بيلف، الفور لوب بتلف. طالما الشرط بيساوي ترو الفور لوب بتلف، وكل مرة هنا بيزود لك واحد، تمام؟ اول ما الشرط ده ما يدي لك فولس خلاص هتقف الفور لوب. فهو بيدي لك هنا ايه عملية تريس. هنعدي احنا التريس ده، يعني يا ريت بدل ما يدينا التريس كان يدينا امثله سهله شويه، ولكن هو بدا من هنا، من بعد كده هيدي لك امثله صعبه. عشان كده اللي وصل للمرحله دي قبل ما تكمل باقي الشابتر، كل اللي هناخده بعد كده هيكون مجرد امثله. فقبل ما تكمل باقي الشابتر روح للاكسترا اكسرسايز الخاصه بالدرس ده، حلها كلها، الوايل لوب، الامثله بتاعت الوايل لوب، والامثله بتاعت الفور لوب، وبعدين ارجع تاني شوف الامثله اللي هناخدها دلوقتي. هي كلها تعتبر حالات خاصه، مش امثله مجهزه لحد المفروض انه لسه بيتعلم، لا، ولكن انا هديها لك بس لانها موجوده في السلايدات بتاعه الجامعه فلازم ناخدها. هنا بيقول لك the initial action in a for loop can be list of zero or more comma separated expressions، تمام؟ يعني هو قصده يقول لك ايه؟ قصده يقول لك ان ممكن نعمل هنا كوما سيبريتد الشكل ده، يعني ممكن نقول له هنا انت اي بيساوي واحد، تمام، واي اصغر من 100، وهنا اي بلس بلس، او نعملها في صيغه سيستم دوت او دوت برنتلين، ممكن نعملها بالشكل ده، تمام. يبقى انت عندك هنا سيمي كولون، وعندك هنا كمان سيمي كولون، نفسهم بالظبط موجودين هنا، السيمي كولون اهو والسيمي كولون اهو، ولكن هو هنا عمل لك ايه؟ عرف لك متغيرين بدل ما يعرف لك متغير واحد، عرف لك اي بيساوي 0 وجي بيساوي 0، وحط بينهم كوما. ممكن نستخدم الكوما سيبريتد دي عشان نعرف متغيرين، وهنا اي بلس بلس وجي بلس بلس بينهم كوما، ممكن برضو نعرفها بنفس الطريقه، ممكن الفور لوب تبقى عامله كده. بس خلي بالك ان دي نادرا، يعني نادر جدا انها تحصل، سواء في الحياه العمليه او انها تجي لك في الاختبار. عشان كده هو بيقول لك دي ار ريرلي، نادرا ما يستخدموا في الحياه العمليه. هنا بيقول لك لو اللوب continuation condition في الفور لوب is omitted، يعني لو حذفناها، يعني لو خلينا كده، شوف الفور دي عاملة ازاي، حذفنا اللي هنا وحذفنا اللي هنا وحذفنا اللي هنا، فالفور لوب دي بقت دايما ترو. بقت دايما ترو يعني ايه؟ يعني الفور لوب دي هتلف على طول، مش هتبطل لف، تفضل تلف 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 تلف. وممكن ان انت برضو في الوايل لوب تكتب هنا ترو، يعني ممكن في الفور لوب تعمل كده، وممكن في الوايل لوب تكتب ترو. ما هو ترو في الوايل لوب معناها ايه؟ معناها ان الشرط ده دايما ترو، يعني الوايل لوب مش هتوقف، هتفضل تلف الى ما لا نهايه. عشان كده قال لك ده هيؤدي الى انفينيت لوب، لوب لا نهائيه ولا تنتهي، تمام. يعني بيقول لك استخدم ده دايما افضل ما تستخدم ده، لان ده بيلخبط يعني.
كوشن او تحذير بيقول لك ان ده لوجيك ايرور. لاحظ ان في كومه هنا ازاي. الفور لوب زي ما احنا عارفين المفروض ان هي ما يكونش فيه هنا كومه، يعني ما تجيش هنا تعمل لي هنا كومه، ده يدي لك لوجيك ايرور. ليه لوجيك ايرور؟ لان هنا لو احنا مثلا كتبنا هنا بلاش اي، لو كتبنا كلمه ويلكم، المفروض ان كلمه ويلكم دي تتنفذ كام مره؟ من 0 ل 20 او ل 19، يعني 20 مره. المفروض انها تتنفذ 20 مره، ولكن لو شغلنا هتتنفذ مره واحده بس. اتنفذت مره واحده بس ليه؟ لان الفور لوب حضرتك نهيتها هنا عن طريق السيمي كولون، فاصبح ان ده مجرد بلوك عادي هيتنفذ مره واحده بس، ملوش علاقه ابدا بالفور لوب. الفور لوب انتهت هنا، فانا هاجي اشتغل هلاقي ان دي هتتنفذ مره واحده ومش عارف المشكله فين. فده لوجيك ايرور بيحصل وانت صعب اكتشافه. فطبعا ما ينفعش يبقى فيه سيمي كولون هنا. وخلي بالك برضو في الوايل لوب نفس الموضوع، ده يعتبر لوجيك ايرور، لان ما ينفعش بعد الوايل لوب تحط لي سيمي كولون. ولكن زي ما قلت لك من شويه في الدو وايل لازم نحط بعد الوايل سيمي كولون. خلي بالك ان دي دو وايل، لازم بعد الوايل يجي سيمي كولون هنا، دي كوريكت، ومن غيرها يحصل سينتاكس ايرور. يعني من غيرها هتيجي تبص تلاقي مدي لك خط احمر كده، لان دي لازم تكون موجوده. تمام. طيب طبعا ما تنساش موضوع ان في سيمي كولون هنا اهو، ده معناه لوجيك ايرور. يعني هو عايز يفهمك ان لو حطيت سيمي كولون كده، لان ناس كتير فعلا بتتلخبط فيه. طيب هنا بيقول لك امتى تستخدم الوايل لوب وامتى تستخدم الفور لوب. ذا ثري فورمز اوف لوب ستيتمنتس اللي هما الوايل والدو وايل والفور، اللي هما الثلاث انواع اللي احنا خدناهم، بيقول لك ان هما يعتبروا متساويين. يو كان رايت لوب ان اني اوف ذيس ثري فورمز. انت ممكن تكتب اللوب باي طريقه. عاده في الامتحان هيجي يقول لك اعملها بالوايل لوب او بالفور لوب، او يخليك انت تختار. فهو هنا يعني بيقول لك ان الوايل لوب ان ايه هنا مساويه للوايل لوب اللي موجوده هنا، الاثنين متساويين مع بعض. تمام، مساويه عفوا للفور لوب. خلي بالك هو عمل لك هنا ايه، هنا في عندك كونديشن، وهنا برضو عمل لك فور وفيها كونديشن، بس عمل ايه، هنا سيمي كولون ومفيش قبلها حاجه، وهنا سيمي كولون ومفيش بعدها حاجه. فانت ممكن برضو زي ما بتعمل الكونديشن في الوايل لوب، ممكن تعمل نفس الكونديشن في الفور لوب، بس تحط سيمي كولون هنا وسيمي كولون هنا بنفس الطريقه دي، هيبقى زي الوايل لوب، لان هما الاثنين زي ما انت شايف متساويين. تمام. هنا بيقول لك ان الفور لوب اللي في ايه ممكن انها تتحول الى الوايل لوب اللي في بي، يعني انت ممكن تحول بسهوله بين الفور وبين الوايل. وطالما جينا للجزئيه دي لازم ناخد مثال، لانه مهم جدا وبيجي في الاختبارات، ازاي تحول من فور لوايل. يعني انت عندك الفور اهي، عايزين نحولها لوايل، نحولها ازاي؟ كل الموضوع ان انت هتاخد الانيشال فاليو، عمليه الديكليريشن والانيشاليزيشن، تحطها هنا قبل الوايل لوب. الكونديشن اللي هو ده تيجي تحطه جوه الوايل لوب. جمله الانكريمنت او الديكريمنت هتيجي تحطها في اخر الوايل لوب. والبادي هتحطه في قلب الوايل لوب. كده احنا حولنا من فور لوايل، سهل جدا. هنا ريكومنديشنز يعني بيدي لك نصايح، بيقول لك ان انت امتى بتستخدم الوايل لوب وامتى بتستخدم الفور لوب، او ايه انسب الاماكن اللي ممكن تستخدم فيها الاثنين. هنا بيقول لك استخدم الموست انتويتيف اند كومفورتابل فور يو، المريحة أكتر بالنسبة لك. إن جنرال بيقول لك عموما الفول لوب إحنا ممكن نستخدمها لعدد الريبيتيشنز المعروف، يعني لما تيجي مثلا تكرر خمس مرات يبقى أنت هتبدأ من واحد لحد خمسة، خلاص هتستخدم الفول لوب أسهل. For example when you need to print a message 100 times، عايز تطبع رسالة 100 مرة استخدم الفول لوب أسهل. الوايل لوب may be used if the number of repetitions، لو عدد التكرارات غير معروف، لو انت عمال تكرر ومش عارف انت هتنتهي امتى، هتنتهي لما المستخدم يدخل قيمه معينه، يبقى انت بتستخدم هنا الوايل لوب. الدو وايل ممكن استخدمها تو ريبليس وايل لوب، بديلا عن الوايل لوب. اف ذا لوب بادي
لو اللوب بادي has to be executed، المفروض يتنفذ before testing، قبل ما اعمل تيست او قبل ما اشوف الشرط. هنا بقى بيكلمك عن النستد لوب. النستد لوب اللي هي اللوب المتداخله، اللي هم اتنين فور لوب داخلين في بعض. write a program that use nested for loops to print a multiplication table، جدول الضرب. هو جدول الضرب يعني هو من جدول مثلا واحد لجدول تسعة، صح؟ فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نقوله من واحد لحد تسعة، صح؟ طيب هاجي هنا في النص اقول له اعمل لي كمان فور لوب انت جي هيساوي واحد، وبعدين جي اصغر من او يساوي، لان انا عايز ابدا بالظبط من واحد لحد تسعة، وبعدين اي عفوا جي بلس بلس. انا كده عملت اتنين فور لوب مالهم متداخلتين جوه بعض. ركز بقى معايا في الجزئية دي لأنها مهمة جدا. الفور لوب الخارجية دي اسمها الأوتر فور لوب. دي الخارجية الأوتر دي الكبيرة. أهو دي الفور لوب الخارجية، شفت كبيرة إزاي؟ الداخلية دي اسمها الإنر فور لوب. اسمها الإيه؟ اسمها الإنر. دي صغيرة. الفور لوب الخارجية عشان هي كبيرة زي ما انا ما قلت لك، بتقول لك ان كل مرة انا بلف فيها، يعني هي بتأمر اللوب داخل اللوب الداخلية اللي اسمها الانر، بتقول لها انا كل مرة هلف فيها مرة لفة واحدة بس، انت تلف كل اللفات بتوعك. يعني انا لما الاي يبقى واحد انت تروح تلف من واحد لتسعة وترجعي لي مرة تانية. الاي عندي يتغير يبقى اتنين، ترجعي تلف من واحد لتسعة وترجعي لي مرة تانية. الاي عندي بقى تلاتة، ترجعي تلف من واحد لتسعة. يعني معنى كده ان كل لفة من الفور الخارجية تلفها، الفور الداخلية تلف كل عدد لفات. يعني لو انا جيت هنا وقلت اي في جي، ايه اللي يحصل؟ خلي بالك الاي بواحد، تمام؟ الجي بواحد، يبقى واحد في واحد هيساوي واحد. في اللفة اللي بعدها الفور الداخلية اللي هتلف والخارجية مش هتلف، لأن أنا قلت لك دي لازم تلف من واحد لتسعة. الآي هتفضل زي ما هي ولكن الجي هتتغير، يبقى الآي في اللفة اللي بعدها هتفضل واحد زي ما هي ولكن الجي هتبقى اتنين. في اللفة اللي بعدها الاي هتفضل زي ما هي واحد ولكن الجي هتتغير هتبقى تلاتة. في اللفة اللي بعدها الاي هتفضل زي ما هي ولكن الجي هتبقى اربعة. وهكذا لحد ما الفور الصغيرة دي ما تلف كل لفتها. طب وبعدين؟ بعد ما تخلص كل لفتها ترجع للفور الخارجية. الفور الخارجية ما عادتش واحد بقت اتنين. فتبدأ تعمل ايه؟ تبدأ ان هي تضرب، ها الفور الخارجية الاي بقت اتنين، الجي هيبدأ من واحد برضو، هيبقى اتنين اللي هو الاي في الجي بواحد باتنين. بعد كده الاي باتنين والجي باتنين، الاي هيفضل زي ما هو والجي هتلف في كل لفتها. الجي هتلف تلاتة اربعة خمسة وهكذا. تفضل بقى الفور الخارجية ترجع لتلاتة، ما عادتش اتنين بقت تلاتة، هيبقى تلاتة هتفضل زي ما هي في واحد في اتنين في تلاتة. فبالشكل ده احنا ممكن نعمل جدول الضرب كله. بس اهم قاعدة لازم تعرفها لما تتعامل مع التو فور لوب او الفور لوب المتداخلة، ان الفور لوب الداخلية بتلف كل عدد لفاتها، في حين ان الفور لوب الخارجية بتلف لفة واحدة بس. كل ما تلف الفور الخارجية لفة واحدة بس، الفور لوب الداخلية تلف كل لفتها. طيب تعالى هنا نطبع، نقول له system.out.println ونقول له i في j. بس المشكلة ان هنا هيدلنا النتيجة بس،
يعني هيدينا واحد اتنين اربعة خمسة عشرة، انا مش هفهم منها حاجة، لا انا عايزه يحطها لي في صيغة كويسة اقدر افهم. يعني انا عايزه يقول لي اتنين في اربعة بيساوي، ده هيديني النتيجة بس، بيساوي تمانية، ده هيديني النتيجة يعني هيديني تمانية بس، مش هيديني العملية الحسابية. فعشان يديني العملية الحسابية لازم اجي هنا اقول له اي في جي مثلا، وبعدين علامة يساوي كده، فيدهاني بشكل كويس. تعالوا نشغل البرنامج كده. اداني جدول الضرب بالكامل، واحد في واحد بواحد، واحد في اتنين باتنين، واحد في تلاتة بتلاتة، وبعد كده بدأ باتنين، اتنين اللي هي الاي، بقى الاي اتغيرت بدل واحد بقت اتنين، في واحد باتنين، اتنين في اتنين باربعة، اتنين في تلاتة بستة، وبعد كده دخل في جدول تلاتة، تلاتة في واحد، تلاتة في اتنين، تلاتة في تلاتة، وهكذا، جاب لك جدول الضرب بالكامل. يعني انت لو عرفت الموضوع بتاع الفور لوب المتداخلة المفروض انك هتعرف تحل اي سؤال. شوف بقى لو انا جبت لك ده من غير العملية الحسابية دي، من غير الكلام ده، طبعا قيم مش مفهومة. طيب تعال نقول له برنت او برنت اف، خليها برنت بس، ونيجي هنا في الفور لوب الخارجية نعمل برنت لين، بحيث ان هو بعد كل جدول ضرب، يعني بعد جدول ضرب واحد هيطبع لك العمليات، وبعدين هنا هينزل سطر، يعني في كل مرة هندخل على الفور لوب الجديدة او هندخل على اي من جديد هيطبع لك سطر كده. تعالى نشوف هيطبع لك ازاي او هيعمل لك ازاي. اهو برضو قيم مش مفهومة، بس ممكن نعمل حركة حلوة قوي بقى، ركز معايا. انا هخلي ده برنت اف، وهاجي هنا اقول له ايه هي برنت اف دي بتعمل ايه؟ ممكن اجي هنا اعمل برسنتج دي، لو تفتكر معايا برسنتج دي كانت بتعمل ايه؟ برسنتج دي كانت بتشير الى قيمه انتجر. ما هو اي في جي ده، اي في جي ده هيدي لك قيمه انتجر، هيدي لك عدد صحيح، مش ده النواتج؟ يبقى برسنتج دي بتشير الى قيمه صحيحه، فبرسنتج دي كل مره هتشير الى قيمه صحيحه. طب انا كده عملت ايه؟ ما هي زي برنت بالظبط، مفيش فرق. ايه الفرق بين برنت وبرنت اف؟ هقول لك ان هنا انا ممكن اعمل برسنتج 4 دي، فهتديني مسافة بين كل قيمة وقيمة. شفت ادتني مسافة ازاي؟ يعني بين الواحد والاتنين بدل ما يبقوا لازقين في بعض، لا خلى بينهم مسافة. هتقولي طب وايه يعني ما يخلي بينهم مسافة؟ هقول لك لا، هنا عمل لك جدول ضرب ازاي. شوف جدول الضرب ده، جدول ضرب، شفت صغير ازاي؟ هات الصف مع العمود، هات تقاطع الصف مع العمود، اتنين لو اتقطعت مع اتنين، الاتنين في اتنين يدي لك اربعة. هات اربعة تقاطعها مع ستة، شوف الستة اهي تقاطعها مع الاربعة، اربعة في ستة يدي لك 24. فده كده يعتبر جدول ضرب. طيب ده بالنسبة للمثال اللي هو بتاع جدول الضرب، ممكن تحله بالطريقتين يعني عادي. عموما الامثلة دي انا زي ما بقول لك هي تعتبر حالات خاصة، المفروض ان انت في المرحلة دي تروح تراجع على الاكسترا اكسرسايز الاول. طيب هنا بيقول لك مينيمايزنج نيوميريكال ايرورز، ده المثال اللي احنا خدناه قبل كده او اللي اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو انا قلت لك هيرز اكزامبل سم سيريز اوف ستارتس. المفروض ان انت ما تستخدمش الفلوتنج بوينت، يعني احنا اتفقنا ان احنا ما نستخدمش الفلوتنج بوينت دي في القيمه بتاعت الستيب، لان هي بتطلع لك النتائج بشكل خاطئ. بس ازاي نحسنها؟ يعني هو هنا بيقول لك ازاي تحسنها شويه. تعالى كده نضغط على هنا نجيب لك المثال محلول. طيب تعالى ناخده كده، تعالى نمسح كده الكلام ده ونحط المثال زي ما هو. هو المفروض ان هو هنا بدأ لك بصم، يعني معنى كده ان هو هيجيب لك مجموع، وبعدين دي الفور لوب،
دي بس الفور لوب. الفور لوب بتبدأ من 1 من 100 لحد 1، يعني 1 من 100، بعد كده كل مرة هتزود 1 من 100، قيمة الخطوة هتبقى 1 من 100 لحد ما توصل لواحد، للواحد الصحيح. تمام؟ فطبعا هتاخد الواحد من 100 تزودها على اللي بعدها اللي هي 2 من 100، هيبقوا 3 من 100، تزودها على 3 من 100 تبقى 6 من 100، تزودها على 6 من 100، فهيطلع مجموعهم عدد احنا ما نعرفوش. بس عموما النتيجة في الاخر مش هتطلع اكيوريت، مش هتطلع دقيقة. يعني النتيجة في الاخر بيقول لك ان هي مش هتطلع دقيقة، مش دي النتيجة اللي المفروض ان هي تكون صح. ولكن عشان تحسن النتيجة اكتر، هو عايز يوصل لك يعني في الاخر انك تستخدم الدبل، استخدم الدبل بدل الفلوت، ده هيحسن لك النتيجة اكتر. حوش الاف اللي موجودة هنا دي ملهاش لازمة لانك بتستخدم دبل. فطبعا هو بيقول لك لان الدبل بتستخدم 64 بت والفلوت بتستخدم 32 بت، النتيجة بتاعت الدبل هتبقى مور اكيوريت، هتبقى دقيقة اكتر. طبعا الكلام ده مش هتلاقيه موجود في المذكرة، ولكن انا جبته من الكتاب. تمام؟ طيب عندك بعد كده مثال بيقول لك finding the greatest common divisor. هنا بيقول write a program that prompted the user to enter two positive integers and find their greatest common divisor. يعني ايه ال greatest common divisor؟ يعني لو انا عندي رقمين مثلا، تعال نقول 20 و 30 مثلا، ايه الرقم اللي هو ممكن ان هو يكون common divisor؟ divisor يعني ايه؟ يعني الرقم اللي ممكن ال20 يقبل الاسم عليه. يعني عندك مثلا ال20 بيقبل الاسم على ايه؟ بيقبل الاسم على ال20، بيقبل القسمة على الاتنين، 20 على 2 فيها 10، بيقبل اسمها على 5، بيقبل اسمها على 10. وعندك عدد زي 30 بيقبل اسمها على 2، بيقبل اسمها على 5، بيقبل اسمها على 10، بيقبل اسمها على 15، صح؟ طيب اكبر ديفايزر لل 30 ايه هو؟ اكبر ديفايزر هو ال 15. طب اكبر ديفايزر لل 20 هو ال 10. طب اكبر ديفايزر للاتنين مع بعض هو ايه؟ ما ينفعش نقول ال15، ال15 هو اكبر ديفايزر لل30 بس مش لل20، ولكن الكومون ديفايزر اللي بينهم هما الاتنين هو 10. صحيح الخمسة برضو موجودة والاتنين موجودة، ولكن الكبير مشترك بين الاتنين هو ال10. فهو عشان كده بيقول لك اكتب لي برنامج هتسأل المستخدم ان هو يدخل اتنين بوزيتيف انتجرز and find their greatest يعني اكبر common divisor. بيقول لك افترض ان مثلا العددين هم 4 و2، في الحالة دي ال greatest common divisor هيكون هو 2. طب لو دخلنا مثلا 16 و24، يبقى ال greatest common divisor بينهم الاتنين ايه؟ هو 8. تمام؟ طيب هنحل السؤال ده ازاي؟ تعال الاول عشان نبسط المثال نجرب مش لعددين، لعدد واحد. عايزين الجريتست ديفايزر لرقم واحد زي ال20. لو عايزين نجيب الجريتست ديفايزر لل20، طبعا زي ما قلت لك هو الاثنين والخمسه والعشره. 20 بتقبل الاسم على الاثنين، ال20 بتقبل الاسم على الخمسه، ال20 بتقبل الاسم على العشره، صح؟ بس ازاي هنعرف انها بتقبل الاسم على الثلاثه دول؟ وازاي نعرف الكبير منهم؟ هتضطر انك تجرب كل الاعداد من 1 ل 20. طب هتجرب الاعداد من 1 ل 20 ازاي؟ هتعمل وايل لوب. الوايل لوب دي او فور لوب، الوايل لوب دي هتعد من 1 ل 20. طيب وكل مرة هنعمل ايه؟ لازم نجرب كل عدد فيهم، لازم نشوف هل ال20، نبدأ من واحد بقى، هل ال20 مودلس باي 1 بيساوي 0؟ نشوف هل هي بتقبل الاسم على الواحد، ونرجع نجرب هل هي مودلس باي 2 بيساوي 0؟ يبقى احنا بنجرب هل هي بتقبل الاسم على الاثنين. يبقى احنا هنفضل نجرب، هنعمل علاقة المودلس دي بين ال20 مثلا وبين الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة وكل الاعداد لحد 20، ونشوف هل الاعداد دي بتقبل الاسم عليها ولا لا. تمام؟
فهنيجي هنا اول حاجه هنعملها هنعمل وايل لوب. هنيجي هنا نعمل وايل لوب. الوايل لوب دي طبعا زي ما قلت لك ممكن تبدا مثلا من 1 ل 20. فهاجي هنا اقول له مثلا انت كي بيساوي 1، ابدا لي من 1 لحد فين؟ كي اصغر من او يساوي 20. طبعا هي مش 20، هي ممكن تكون 20 ممكن تكون 30 على حسب العدد اللي يدخله المستخدم. فممكن جدا ناخد العدد ده من مين؟ ممكن ناخده من المستخدم. المهم خلينا نقول من 1 ل 20، وكل مره هنزود كام؟ كل مره هنزود 1. يبقى هنيجي هنا نقول كي بلس بلس، يبقى كده من 1 ل 20 وكل مره بيعمل ايه؟ كل مره بيزود 1. خلي بالك انا قلت لك ان احنا لازم نجرب ال 20 دي مودلس باي. اول حاجه هبدا بواحد يساوي يساوي 0 عشان اشوف هل ال 20 بتبقى القسم على الواحد، وبعدين اجرب على الاثنين، وبعدين اجرب على الثلاثه، وبعدين اجرب على الاربعه. صح، هجرب عشان اعرف هي بتقبل القسم على مين فيهم بالظبط. طيب الواحد اتنين تلاتة اربعة دول اللي هم ايه؟ اللي هم الكي. ما هو الكي اول مرة قيمتها بواحد، في اللفة اللي بعدها كي بلس بلس هتزيد الكي هتبقى اتنين. يبقى انا هقول له 20 مودلس باي كي، لان انا هختبر هل العشرين بيقبل القسم على الكي. الكي اللي هي كل مرة او في كل لفة بتديني رقم جديد. فهاجي هنا اقول له اف 20 مودلس باي كي ايكوالز ايكوالز 0. طيب في حالة ان العلاقة دي، في حالة ان الجملة دي ادتني ترو، ده معناه ايه؟ معناه ان الكي بيقبل القسم على 20. يبقى في الحالة دي انا عايز اخزن الكي، اقول له مثلا الكومون ديفايزر مثلا هيساوي الكي. وفي الحالة دي الكومون ديفايزر ده لازم اعرفه فوق، يعني لازم هو متغير طبعا، فالمفروض ان انا اقول له انت كومون ديفايزر هيساوي ابدا بواحد. كده انا تقريبا حليت السؤال، بس ركز معايا عشان ناخده خطوه خطوه. نرجع للموضوع بتاعنا، انا قلت لك ان ال20 احنا هنجربها على كل الاعداد، هقول له مودلس باي 1 هيساوي يساوي 0. الواحد طبعا هتقبل، هتقبل ليه؟ لان ال20 على الواحد تقبل القسم على الواحد، اي عدد بيقبل القسم على الواحد. هنرجع نجربها مودلس باي 2، هنرجع نجربها مودلس باي 3. طيب اول مره هتجرب ال20 مودلس باي 1 هتدي لك كام؟ هتدي لك ترو، لان ال20 هتبقى القسم على الواحد. في الحاله دي هخزن في الكومون ديفايزر هخزن فيه 1، تمام؟ يبقى الكومون ديفايزر هخزن فيه قيمه الكي اللي هي 1، يبقى اول قيمه هتتخزن اللي هي 1. طب وبعدين هيلف مره ثانيه، هل بتقبل ال20 القسمه على الاثنين؟ ايوه يا فندم بتقبل القسمه على الاثنين. يبقى قيمه الاثنين اللي هي قيمه الكي هتتخزن فين؟ هتتخزن في الكومون ديفايزر، يبقى بدل واحد هيبقى اثنين. يبقى هنا دايما بتتخزن القيمه الكبيره في الاخر خالص بعد ما نخلص الوايل لوب، اكبر قيمه هي اللي هتتخزن في الكومون ديفايزر. حلو. طيب هل ينفع ان احنا بدل ما نجرب على رقم واحد نجرب على رقمين؟ ينفع جدا. هقول له انت الكي اصغر من او يساوي 30. يبقى انا مش لازم اجرب على رقم، انا ممكن اجرب على رقمين اتنين مع بعض. بس هنا كمان في الشرط، لازم كمان في الشرط ارجع اقول له برضو اند 30 مودلس باي كي يساوي يساوي 0. خلاص، يبقى انا كده ممكن اختبر رقمين مش رقم واحد. ما هو انا لما بختبر رقمين بعمل ايه؟ هيختبر هل ال20 مودلس باي كي بيساوي 0؟ ما هي الكي هنا بواحد اول مره وهنا برضو بواحد، فهيختبر العددين. خلاص، وهيخزن هنا في الكومون ديفايزر اول مره واحد، بعد كده هجرب 2 هيخزن في الكومون ديفايزر 2، بعد كده هجرب 3 و4 و5، فلما خمسة تيجي هعرف ان خمسة بتقبل القسم على العددين فهخزنها في الكومن ديفايزر. العشرة هتيجي برضو هخزنها في الكومن ديفايزر. ليه؟ لان انا عارف انها بتقبل القسم على العددين. بس لو الكومن ديفايزر هنا بقى، لو في واحد منهم بس شرط تنفذ او ادالك ترو والشرط التاني ادالك فولس،
هتبقى النتيجة كلها فولس، لأن في هنا علامة اند. علامة اند دي بتقول لك لازم يبقى هنا ترو ويبقى هنا ترو، يعني لازم الاتنين يبقوا ترو. يعني برضو ببساطة كده، تعال نجرب كده، نجرب الخمستاشر، نجرب الخمستاشر. 20 مودلس باي 15 ايكوالز ايكوال 0، دي هتديني فولس. 30 مودلس باي 15 ايكوالز ايكوال 0 هتديني ترو. واحده فولس وواحده ترو، النتيجه في الاخر هتبقى فولس، يبقى ده مش هيتنفذ، الجمله دي مش هتتنفذ، يبقى اخر جمله اتخزن فيها كان 10. الكومن ديفايزر بين الاثنين هيطلع 10. فالسؤال بيتحل بالشكل ده. طبعا المفروض ان احنا ناخد القيم دي من المستخدم، ما ناخدهاش، ما نحطهاش بالشكل ده. فالمفروض ان انت تيجي فوق كده، تيجي تقول له system.out.println enter the first number، تمام. وعايز تاخد طبعا القيمة من المستخدم، فهتقول له int n1 هيساوي new، عفوا هيساوي input.next int. وطبعا لانك انت هنا استخدمت انبوت لازم تعمل سكانر. نيجي هنا نقول له سكانر انبوت هيساوي نيو سكانر سيستم دوت ان. خلاص خدت قيمه العدد الاول من المستخدم، هتاخد كمان قيمه العدد الثاني. انتر ذا سكند نمبر، وبدل ما تسميه ان واحد تسميه ان اثنين. وهنا طبعا هتقول له كي اصغر من او يساوي، بدل 20 و30 هتقول له هنا ان واحد وان اتنين، بحيث ان المستخدم هو اللي يدخله وان اتنين. تعالوا كده نجرب البرنامج. في حاجة ناقصة هنا برضو، مش 20 و30، هنا المفروض ان واحد وهنا ان اتنين. طيب تعال نجرب كده، انتر ذا فيرست نمبر، خلينا نقول 30 و20. في جمله سيستم دوت اوت دوت برنت لين المفروض ان انا احطها، اقول له هنا the greatest common divisor is كده. خلينا نقول 20 و30. فقال لك ان الجريتست كومن ديفايزر زي ما انا قلت لك فعلا هو طلع 10 مش 15. خلاص؟ طيب. هنا بيقول لك suppose that the tuition for a university، يعني المصاريف بتاعت الجامعه 10,000 this year. And tuition increases بتزيد 7% كل year. In how many years will the tuition be doubled؟ يعني هي السنة دي 10,000 دولار وبتزيد كل سنة 7%، فانت عايز تعرف امتى هتبقى doubled، امتى tuition هتبقى doubled، امتى هتبقى ضعف. الضعف يعني ايه؟ يعني 20,000 دولار. امتى هتبقى 20,000 دولار؟ يبقى انت هتعمل while loop. الوايل لوب دي ايه الشرط اللي هيوقفها؟ الشرط اللي هيوقفها لما التويشن تبقى 20,000 دولار. يعني انت هتقول له افضل لف لحد ما التويشن اصغر من 20,000. تعال نشوفه هنا كده، اهو احنا بنعمل وايل لوب. الوايل لوب دي هتفضل تلف امتى؟ طول ما التويشن اقل من 20,000. يبقى هو هنا بدأ لك من 10,000 وقال لك افضل لف طول ما هي اقل من 20,000، تمام. وكل مره، خلي بالك بقى، كل لفه من لفات الوايل لوب هتعمل ايه؟ هتخلي التويشن بيساوي تويشن في 1.7%. خلاص، تعالى برضو ناخدها واحده واحده. هي بتزيد هنا 7% كل يير، صح؟ طيب
انت هتيجي هنا في الاول تقول له دبل تويشن بيساوي 10,000، دي القيمة بتاعتها. هو اللي قال لك اهو، قال لك ان هو بيدفع مصاريف 10,000. خلاص. طيب انت هتعمل وايل لوب. الوايل لوب دي هتقف امتى؟ لو التويشن اصغر من 20,000. تمام. طيب كل مره من الوايل لوب، خلي بالك المصاريف اللي هو بيدفعها لسه 10,000، ده اللوب دي بتلف بس مالناش دعوه، بس المصاريف اللي بيدفعها كام؟ 10,000. طب المصاريف دي المفروض ان هي كل سنه بتزيد قد ايه؟ بتزيد 1%، يبقى انت عفوا بتزيد 7%، يبقى انت هتقول له تويشن هيساوي تويشن في، مش هتضرب بقى في 7%، هو المفروض انها بتزيد كل سنه 7%، بس انت مش هتضرب في 7%، انت هتضرب في 1.7%، لان خلي بالك لو احنا جينا نحسب بالآلة الحاسبه كده وقلت له 10,000 في 7%، شوف هيدي لك كام؟ هيدي لك 700. طب وفين ال 10,000؟ فاحنا عشان نخلي ال 10,000 زائد النسبه اللي هي 7% لازم تضرب ال 10,000 في 1.7%، فيبقى 10,700. تمام. فانت بتضرب كل مره في 1.7. تمام. طب انت كده عملت ايه؟ هو كده في الاخر هيجيب لك النسبة بس اقل لما توصل ل 20,000، بس هو هيجيب لك النسبة او هيجيب لك التويشن يعني. طب وبعدين احنا عايزين عدد السنين، يعني هو هنا في السؤال الجاي بيقول لك ايه؟ In how many years will the tuition be doubled؟ امتى؟ بعد كام سنة؟ فانا هعمل هنا ايه؟ هعرف الير، هقول له انت year هيساوي زيرو، وهقول له في كل مره يزيد فيها التويشن 7% او 7%، خلي الير بلس بلس، لان التويشن ده بيزيد كل قد ايه؟ كل سنه. فلما تيجي تزوده يير بلس بلس، زود لي سنه، في كل مره هيزود التويشن، في كل مره هيزود لك سنه. بعد ما الوايل لوب ما تنتهي لما يوصل ل 20,000، خلاص هتعرف انت كم عدد السنين. يبقى انت ممكن كده تيجي في الاخر تقول له system.out.println number of years will be years او year. فجي هنا قال لك بعد 11 سنة. يعني هو جاي هنا بيحاول يبسط لك الموضوع. طيب هنا كيس ستادي بيقول لك converting decimal to hex decimal. بقول لك الامثله دي كلها تعتبر حالات خاصه، الامثله اللي المفروض ان هي زي كده لو جات لك في الامتحان هتلاقيها جايه بنفس الطريقه. ولكن لو انت عايز تدرب على امثله، يعني امثله امتحانات اكتر، ادخل في الاكسترا اكسرسايز. هنا بيقول لك hex decimals are often used in computer system programming. الهكس ديسمال، طيب يعني بيعرفك لو دخلت على الابندكس اف المفروض ان هو يعرفك موضوع الهكس ديسمال. هاو دو يو كونفرت هكس ديسمال تو، عفوا، ا ديسمال نمبر تو هكس ديسمال نمبر، ازاي تحول من هكس ديسمال من ديسمال لهكس ديسمال؟ بيقول لك عشان تحول الرقم دي تو هكس ديسمال نمبر از تو فايند ذا هكس ديسمال ديجيت اتش ان و اتش ان ناقص واحد و اتش. شوفوا هو الموضوع هنا يلخبط شويه، هو مش جايبها بشكل كويس. تعال احنا نحاول نبسطه. انا عشان احول لهكس ديسمال بعمل ايه؟ الاول نظام الاعداد بالهكس ديسمال من اول واحد وبعدين اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، مفيش حاجة عندي اسمها 10. العشرة ايه؟ وبعدين الحداشر بي، العشرة ايه؟ 11 بي، سي 12، دي 13، 14، 15. تمام. طيب عايز احول بقى
من النظام العشري للنظام السادس عشري اعمل ايه؟ بستخدم نظام اسمه الديفيجن ريمايندر. باجي مثلا عندي العدد 79 عايز احوله تقسم على 16. 79 لما تقسمها على 16 يطلع الناتج كام؟ هي 79 لما تقسمها على 16 هيبقى في ريمايندر، عشان كده بنحط خانة هنا اسمها باقي القسمة. ممكن تقسم ال 79 على 16 هتطلع لك 15، بس هيتبقى 4، عشان كده باقي القسمة في الحالة دي 4. طيب تمام، 79 على 16 كعلاقة رياضية، 79 على 16 بدون كسور تدي لك كام؟ تدي لك 15. 79 ريمايندر باي 16 تدي لك 4، فباقي القسمة ده بنحطه هنا وناتج القسمة ده بنحطه هنا، يبقى 79 على 16 تدي لك 15 بس يتبقى 4. فعشان كده لما نيجي نحول الى من ديسمال الى هيكسا ديسمال احنا محتاجين علاقة القسمة ومحتاجين علاقة الريمايندر. ال 15 لما تيجي تقسمها على 16 الاول بنجيب الريمايندر. في حالة الريمايندر طالما العدد ده اللي على اليسار اقل من العدد اللي على اليمين بتروح تحطه زي ما هو، تحطه 15 هنا. بس زي ما قلت لك ال 15 في الهيكس ديسمال ما اسمهاش 15، امال اسمها ايه؟ اسمها اف. يبقى بتروح تحط هنا اف، يبقى الناتج بيكون من تحت لفوق اف 4. احنا هنا عرفنا ايه؟ عرفنا ان انا علشان يكون عندي عدد ديسمال عايز احوله لهيكس ديسمال بقسم على 16، دي اول علاقه عشان اطلع الناتج اللي هنا، وكمان بعمل ريمايندر باي 16 عشان اطلع الناتج اللي هو باقي القسمه اللي هو الحل النهائي، صح؟ طيب وخلي بالك ان الاعداد دي ممكن تكون عدد كبير، يعني ممكن العدد اللي انت عايز تحوله يكون مثلا كده 8 3 4 5 6، كل مره بنقصه عن طريق علاقه القسمه، مش انت كل مره بتقسم فانت كل مره بينقص 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 لحد ما يوصل لصفر. هنا اخر عدد هو صفر، طالما ما تبقاش عندك حاجه يبقى انت باقي عندك صفر، فكل مره بيفضل ينقص 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 لحد ما بيوصل لكام؟ لحد ما بيوصل لصفر. يبقى انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تيجي هنا تاخد من المستخدم رقم اللي هو العدد الديسيمال، تقول للمستخدم والله انتر ديسيمال نمبر، وبعد كده تيجي هنا مثلا تقول له انت ديسيمال يساوي input dot next int. طيب طبعا لسه ما عملناش سكانر، فالمفروض تيجي هنا تعمله سكانر، تقول له سكانر input هيساوي new scanner. خلاص يبقى انت خدت من المستخدم كده العدد الديسيمال. انت عايز تعمل دلوقتي while loop، بس الwhile loop دي هتفضل تلف لحد امتى؟ انت عايز تحدد بقى، حاول تفكر كده، نفضل نلف لحد ما ايه؟ لحد ما العدد الديسيمال ده، مش ده عدد كامل، لحد ما العدد ده لا يساوي صفر. ما هو العدد هينتهي او احنا عايزين نخرج من الوايل لوب لو العدد ده بقى صفر، يبقى انت هتفضل تلف طول ما العدد لا يساوي صفر. طيب انا يهمني في الموضوع ايه؟ انا يهمني في الموضوع الناتج. طب الناتج انا بجيبه منين في العلاقه دي؟ بجيبه عن طريق علاقه الريمايندر. لما باخد القيمه بتاعت الديسيمال اللي هو العدد الاساسي، اللي هو العدد الاساسي اللي اسمه ديسيمال، مش ده العدد الاساسي اللي انا عايز احوله؟ بعمل له علاقه ريمايندر، صح؟ باي كام؟ باي 16. يبقى دي العلاقه الاساسيه اللي تهمني، ان انا اخد العدد واعمله مودلس باي 16 او ريمايندر باي 16، لان هو ده هيجيب لي باقي القسم. هخزن العدد ده في مثلا في متغير اسمه هيكس فاليو. خلاص يبقى دي اول حاجه انا محتاجها، ان انا محتاج اعمل علاقه الريمايندر، اخد العدد مودلس باي 16 واخزنه في متغير ليكن مثلا اسمه هيكس فاليو. طيب العدد ده بعد ما تلف الوايل لوب العدد ده هيتغير ويبقى عدد تاني، فعايز احفظه عايز اخزنه، فهنعمل هنا متغير من نوع سترينج، تعالى نسميه هيكس. هقول لك ليه انا بعمله من نوع سترينج، بس خلينا نعمل متغير عشان نحفظ فيه القيمه كل مره. فهاجي هنا كل مرة أقول له والله هيكس هيساوي هيكس زائد هيكس فاليو.
بحيث ان انا كل مره اخد قيمه الهكس فاليو اللي هي قيمه الريمايندر واخزنها فين؟ اخزنها في هكس. هكس ده هيبقى عامل زي المخزن، كل مره هياخد الهكس فاليو ويضمها عليه. طيب اخر خطوه محتاج اعملها ان انا اقول له ديسيمال، عايز اقسمه بقى، مش انا بقسم العدد، هقول له ديسيمال هيساوي ديسيمال على 16. تعال بقى نعرف احنا عملنا ايه. احنا كنا متفقين ان احنا عندنا عدد زي 79، عملنا له علاقة ريمايندر او مودلس مع 16، فيطلع هنا باقي الاسم، تمام؟ وطلع عندنا باقي الاسم كام اول مرة؟ طلع عندنا 4، تمام؟ طيب ده باقي الاسم، ده اللي هنخزنه في الهكس فاليو. بقول له هات لي الديسمال مودلس باي 16. ليه؟ عشان اجيب الهكس فاليو. بس في حاجة، الرقم ده في اللفة اللي بعدها هيضيع، فانا عشان مش عايزه يضيع خدت الهكس فاليو اللي بتطلع من هنا رحت ضفتها على الهكس. الهكس ده عبارة عن متغير انا عملته عشان اخزن فيه القيم. عملته من نوع سترينج ليه؟ عشان اول مرة هياخد الاربعة، وفي اللفة اللي بعدها هيجيب رقم تاني يقول 5، وفي اللفة اللي بعدها هيجيب رقم تالت 6. فلما هيضيفهم على السترينج، طالما ان ده متغير من نوع سترينج، لما يجي يضيفوا عليه هيضيفوا جنبه مش هيجمعوا عليه، ولما يجي يضيف رقم جديد عليه هيحطه جنبه مش هيضيفه عليه. ولكن لو كان من نوع انتجر كان جمع لك 4 و5 و6، 4 و5 9 و6 15. لا انا عايزهم جنب بعض، اعمل ايه؟ اخليه من نوع سترينج. طيب بعد ما عملت العلاقه دي وجبت الريمايندر، عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل عمليه قسمه بين 79 على 16. 79 على 16 هيديني 15، فلازم كل مره بعد ما اعمل علاقه الريمايندر اعمل علاقه قسمه. فقلت له ديسمال بيساوي ديسمال على 16، هات لي الديسمال اقسمه على 16 هيديني 15، خزنها لي هنا. بقت القيمه الجديده كام؟ 15. ال 15 هيرجع يقسمها على 16 او هيعملها مودلس باي 16، بس ده في اللفه الجديده. طالما ان الديسمال لا يساوي 0، يا فندم الديسمال ما بيساويش 0، اعمل ايه؟ هات لي ديسمال مودلس باي 16، ديسمال مودلس باي 16، وهكذا لحد ما يخلص الرقم. طيب هنا في مشكله بسيطه، انه هنا لما يجي يعمل 15 مودلس باي 16 هيطلع 15 مش هيطلع اف. خلي بالك السؤال كده يعتبر اتحل، بس هو ناقص حاجه بسيطه، انه لو جه يعمل 15 الديسمال دي 15 مودلس باي 16 هيطلع لنا 15، احنا مش عايزينه يطلع 15، احنا عايزينه يطلع اف. ما هو خلي بالك انه من اول 10 لحد 15 هي من ايه الاف، فدي مشكلة بتقابلني، إن أنا عايزه هنا لو كان العدد من 1 لـ9 يحطه زي ما هو، أما لو كان من 10 لـ15 يحطه من ال اف. طب دي أعملها إزاي؟ تعالوا كده نشوف هو عمل إيه. هو هنا عمل لك الجزء ده. هو عمل لك ايه بقى؟ ركز معايا واحدة واحدة لان الموضوع ده محتاج تركيز. تعالى كده نبسطه هنا لان هو معقده لك شوية. يعني هو عامله لك بالترناري اوبريتور، انا ممكن اعملها من غير ترناري اوبريتور بحيث ان انا ابسطها شوية. تمام؟ طيب هو مديني هنا ايرور بيقول لي variable declaration not allowed here. طيب بلاش اعرفه هنا، خلينا نعرفه فوق. تمام، هو ادالك مجموعة السطور دي زيادة ليه؟ تعال نشوف هو اعتمد على ايه كده في الاول واحدة واحدة. لو قلت لك
ان زيرو ده حرف بيقابله الرقم 23، لان في عندنا حاجه اسمها اليونيكود، كل حرف بيقابله رقم معين. فاحنا عندنا الرقم 0 بيقابله 23، الرقم 1 بيقابله العدد 24، الرقم 2 بس كحرف بيقابله العدد 25. فهي العملية التسلسلية، يعني 3 كحرف بيقابله 26، 4 كحرف بيقابله 27، وهكذا. تمام؟ فلو جيت قلت لك ان انا عندي مثلا الحرف 0، لو ضفت لك عليه قيمة ليكن مثلا القيمة 3، ورجعت حطيته او خزنته في متغير حرفي، ركز معايا في الحتة دي لانها مهمة. انا عندي الرقم 0 هو عبارة عن متغير حرفي، لو جمعته على 3 وخزنته في متغير حرفي، تخيل المتغير الحرفي ده هيدي لك كام. تعال نشوف الحرف 0، 23 اجمعه على 3 هيدي لك 26، 26 ده متغير حرفي، يدي لك الرقم، يدي لك كام؟ يدي لك 3. يبقى اللي هيتخزن في ايه؟ هيتخزن الحرف 3. خلاص، يبقى انا هنا عملت ايه؟ اللفة الطويلة العريضة اللي هم عملوها دي، انه من الاخر كده لو انا جمعت اي رقم، اي رقم لو انا جمعته على المتغير الحرفي 0، الحرف اللي هيجي هيكون هو نفس العدد ده بس في صيغة حرف. تاني، لو انا اي رقم عندي ده رقم انتجر، لو انا جمعته على المتغير الحرفي 0 هيديني متغير حرفي، بس المتغير الحرفي ده هيكون هو نفسه الرقم ده بس في صيغة حرف. فهو اعتمد على كده، قال لك والله لو الهكس فاليو دي كانت من 9 ل 0، ما هو الاكسبريشن ده معناه من 0 ل 9، هنعمل ايه؟ هناخد الهكس فاليو اللي هو الرقم اللي هيطلع، الرقم ده ايا كان هيطلع من 0 ل 9، 3 4 5 اي عدد، هجمعه على 0 كحرف بنفس الطريقه اللي انا عملتها، عدد هجمعه على حرف 0 هيديني نفس العدد بس في صيغه حرفيه. فهو هياخد العدد اللي هو الهكس فاليو دوت، هيجمعه على الحرف 0 ويحوله الى حرف، فيطلع يتخزن في الهكس ديجيت ايه؟ يتخزن في الهكس ديجيت الحرف المقابل ليه، المقابل لنفس الرقم. يعني لو كان الرقم ده 3 هيتخزن هنا 3 بس في صيغة حرفية، لو كان الرقم 4 هيتخزن هنا 4، يعني هيدي لك هو نفسه. يعني لو العدد ده طلع من 0 ل 9 طلع 4 5 6، هيتخزن هنا 4 او 5 و 6 بس هيتخزن في صيغة حرف بدل ما يتخزن في صيغة رقم. هتقول لي طب هو عمل اللفة الطويلة العريضة دي ليه؟ هقول لك لان انت عندك من 0 ل 9 ارقام، ومن A لحد F حروف، فهو هيخزن كل ده، اما يخزنه كله في ارقام او يخزنه كله في حروف، فهو اختار ان هو يخزنه في متغير حرفي، هيخزن من 0 الى 9 في متغير حرفي، وهيخزن من A لF برضه في متغير حرفي. تمام، طيب ده لو كان العدد من 0 ل 9. طب لو ما كانش العدد من 0 ل 9، لو كان من 10 لحد 15، من 10 لحد 15، يبقى انت محتاج ان في 10 تخزن ايه، وبعدين بي في 11 سي دي اي اف، فهو اعتمد تقريبا على نفس النظرية. قال لك والله اي عدد، اي حرف، حرف الايه بيقابله الرقم بالهكس ديسمال تقريبا كده 69. تمام، حرف البي بيقابله الرقم 70، حرف السي بعده على طول 71، حرف الدي بعده على طول 72. فهو اعتمد على نفس النظرية، قال لك ان ايه بيقابله الحرف 69. تمام، انا هجيب الهكس فاليو دي ايا كانت، ناقص 10 اطرحها، اطرح اقول ناقص 10، لو كانت الهكس فاليو دي 15، ما هي الهكس فاليو دي اما هتساوي 10 او 11 او 12 لحد 15، تعال نقول انها 15 عشان نجيب الرقم اف. 15 ناقص 10 هتساوي كام؟ هتساوي 5. 5 هتجمعه على ايه؟
لو انت جمعت 5 على ايه؟ ايه بكام؟ ب 69. اجمع عليه 5، لو جمعت عليه 5 هيدي لك العدد اف. 1 2 3، 1 2 3 اي اف، هيدي لك الرقم المقابل للاف، فهتحولها الى متغير من نوع تشار. طبعا هو الموضوع يلخبط شويه، بس حتى لو ما قدرتش تفهم الجزئيه دي بالذات يعني احفظها زي ما هي، لان هي برضو يعني مش المفروض ان احنا بنحسب الحسابات دي كلها. تاني الجزئيه الاخرانيه، العدد A بيقابله 69، العدد B بيقابله 70، العدد C بيقابله 71، D بيقابله 72، E بيقابله 73، F بيقابله 74. خلاص؟ طيب لو انا جيت هنا خدت الهكس فاليو، الهكس فاليو ده كان 15، 15 ناقص 10 هيديني 5. طبعا 15 المفروض بيقابله العدد اف، فاحنا المفروض في الاخر نجيب العدد اف. خلاص؟ طيب 5 زائد ايه؟ يعني ايه 5 زائد ايه؟ الايه بيجيب لك الرقم المقابل لها باليونيكود اللي هو 69، هيجمع عليه كام؟ هيجمع عليه 5. 69 زائد 5 يدي لك كام؟ يدي لك 74 اللي هي الحرف اف. لفه برضه طويله عريضه، هيحولها لتشار وهتتخزن في متغير حرف. يبقى هو هنا لو العدد من 0 ل 9 هيدي لك نفس العدد، اما لو العدد مش من 0 ل 9، لو اكبر من كده 10 او 11 او 12 هيدي لك المقابل ليه اللي هو A او B او C او كده. تمام؟ هنا بس هنغير حاجه واحده زياده، ان احنا هنا ما عدناش هنجمع بقى الهكس فاليو اللي هي القيمه الاساسيه، لا احنا بدانا نحول القيمه الاساسيه اللي هي الهكس فاليو لحاجه تانية اسمها هكس ديجيت الى حرف. غيرناهم، بدل ما بقوا ارقام بقوا حروف. فهنا بدل ما هنجمع الهكس فاليو هنجمع الهكس ديجيت. بس كده خلص المثال. صراحة في الشابتر ده بدأوا يجيبوا لنا أمثلة بعيدة عن الواقع، ده عايز حاجة يعني مستحيل إن هو يكون بيعلمك برمجة عشان يفهمك المثال ده، مثال انا هخليه في فيديو لوحده. تمام، خلينا بس ندخل في بريك وكونتينيو قبل ما ننهي الفيديو ده. الامثله دي هي مجرد امثله انت بس هتعرفها عشان ممكن يجي لو واحد لو شخص حط الامتحان كان عايز يحطه بايخ شويه ممكن يجيب لك امثله من الامثله دي، ولكن هي مش امثله المفروض ان احنا ندرسها عشان نتعلم برمجه. طيب هنا عايزين نعرف يعني ايه بريك ويعني ايه كونتينيو. البريك هو حاجة جملة احنا بنعملها علشان نطلع من اللوب، شرط معين بنحطه فبيقدر ان هو يخرجنا من اللوب عن طريق الجملة بريك. يبقى الجملة بريك دي هي اللي بتخرجني من اللوب. يعني ايه؟ يعني انا عندي لوب زي واي اللوب مثلا، واللوب دي المفروض ان هي مثلا بتعد من 1 ل 20. بعدين هنا i اصغر من او يساوي 20، وبعدين هنا i بلس بلس. طيب اللوب دي هتفضل تلف، ممكن اعمل شرط معين اقول له اف لو i تساوي 10 اخرج من اللوب. عايز اقول له اخرج من اللوب لما الاي تساوي 10. يعني ايه؟ هو هيفضل يعد 1 2 3 4 5 لحد ما يوصل ل10. لو الاي بتساوي 10 بريك، بريك يعني اطلع من اللوب، ما تكملش لو سمحت. فخلينا هنا نطبع جمله سيستم دوت اوت دوت برنت لين عشان نشوف هو وصل لكام بالظبط. نشوف هل الاي المفروض الاي دي تبقى من 1 ل 20، بس انا قلت له والله لو وصلت ل10 اطلع من اللوب لو سمحت. شوف هيعد لك من كام؟ عد لك من 1 ل 10 بس، ما عدلكش من 1 ل 20 مع ان انا قلت له قيمه النهايه 20. ليه؟ لان انت قلت له شرط معين، الشرط ده لو حصل اعمل بريك اطلع من اللوب تماما. تمام؟ فهو هنا عندك البريك
هنا عامل لك وايل لوب، مش هتفرق معايا الوايل لوب دي تكون ايه بالظبط. هو بيقول لك هنا يعني النمبر بدأ من صفر والنمبر بينتهي عند 20 او 19، وكل مره هيزود واحد، وهي عمليه جمع الارقام. يعني هنا سم بلس ايكوال نمبر معناها ان هو بيجمع لك الارقام من 1 ل 20. ولكن هنا جايب لك شرط بيقول لك اف سم اكبر من او يساوي 100 بريك. تمام، خلي بالك ده شرط تاني غير اللي انا جايبه. هو هنا بدأ من صفر ماشي، وكل مرة نمبر بلس بلس، وكل مرة بيخزن في صم قيمة جديدة. فالصم أول مرة هيجمع الصفر زائد الواحد، فالصم هيبقى بكام؟ هيبقى بواحد. بعد كده عندك اتنين، الصم بقى واحد زائد اتنين تلاتة. بعد كده تلاتة، تلاتة زائد تلاتة ستة. الصم كل مرة بيزيد. بعد كده أربعة، أربعة زائد ستة عشرة. بعد كده خمسة، خمسة زائد عشرة خمستاشر. بعد كده ست، ستة زائد خمستاشر واحد وعشرين. الصم عمالة بتزيد 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 بتزيد. هنا بيقول لك لو الصم أكبر من أو يساوي مية، لو الصم وصلت لمية بريك، اطلع من اللوب. وفي الحالة دي هات لي النمبر اللي هو العداد بتاعي، أنا وصلت لحد اللفة رقم كام؟ ما هو أنا بادئ من صفر لحد عشرين، قول لي أنا وصلت لحد اللفة رقم كام، وفي نفس الوقت اديني قيمة صم. تمام، تعال كده نشوف المثال ده، هتلاقيه موجود هنا تقريبا. طيب هو عموما نفس المثال ده، هو نفسه بالظبط، يعني هو ده نفس المثال اللي موجود في اللينك. طيب ده بريك. وبالنسبه للكونتينيو، كونتينيو بتختلف عن بريك، ان بريك بتطلع تماما من اللوب، لكن كونتينيو ما بتطلعش تماما من اللوب ولا حاجه. شوف كونتينيو اهي شرط معين بتقول له والله لو 10، لو نمبر بيساوي 10 او نمبر بيساوي 11 اعمل كونتينيو، مش تعمل بريك. بريك بيقوم مطلعني، ما بيتفهمش، بيطلعك تماما من اللوب. لكن كونتينيو بيعدي لفه واحده بس من اللوب. يعني ايه بيعدي لفه واحده بس من اللوب؟ يعني كونتينيو بيخلي اللي بعدها ده في نفس اللفه ما يتنفسش، ولكن ترجع تاني للوايل لوب مره تانيه. يعني كونتينيو بيسكيب لفة واحدة بس. تعالى برضو نبسط الموضوع شوية. تعالى هنا بدل بريك نستخدم كونتينيو، بس تعالى بدل ما نستخدمها في الوايل لوب تعالى نستخدمها في فور لوب. لان كونتينيو بتعمل مشاكل ساعات مع الاي بلس بلس. فخليني اقول كده مثلا، ممكن نستخدم هنا بريك وكونتينيو عادي يعني. طيب كونتينيو بتعمل ايه؟ تعال نقول الاول بريك بتعمل ايه وبعدين نقول كونتينيو بتعمل ايه. بريك لو الاي وصلت لعشرة هتطلع تماما من الفور لوب، فهيطبع لك بس من صفر او من واحد لحد عشرة، ومش هيكمل، هيقف. يعني هيطبع واحد اتنين تلاتة اربعة لحد عشرة وهيقف، شكرا، لان بريك بتطلعني تمام. امال كونتينيو بتعمل ايه؟ كونتينيو بتعدي لفة واحدة بس، يعني بتعدي، يعني بتخلي السطر اللي تحتها او السطور اللي تحتها ما تتنفذش في نفس اللفة. يعني ايه؟ يعني لما توصل ان اي تساوي 10 اعمل كونتينيو. كونتينيو يعني عدي الحاجات اللي تحت ما تشوفهاش ولف مره تاني. يعني السطر ده مش هيتنفذ لمده مره واحده بس، يعني 10 مش هتتنفذ، هينفذ لحد 9، ولكن اول ما الاي ما بتساوي 10 مش هيطبع 10. الجمله دي مش هتطبع لمده مره واحده بس، وهيلف ويرجع تاني يمشي من غير اي مشكله، فهيطبع 11 و12 و13 وكله. ولكن اللفه بس اللي بعد الشرط، يعني انت هنا قلت له بس لما الاي بتساوي 10. كونتينيو يعني في المره دي بس، ما تحسبش السطور اللي بعد اللي هو ده. فهو هيجي هنا يعمل ايه؟ اهو شوف، وصل لحد 9 وما طبعش السطر 10. السطر 10 بس اللي ما طبعوش،
ولكن الباقي كله طبعه، تمام؟ فهو بيعديني لمدة مرة واحدة بس. ده بالنسبة للكونتينيو. كانت كونتينيو وبريك هم اهم حاجة في الموضوع، عشان كده يعني جريت عليهم شوية، وزي ما قلت لك الامثلة الباقية ممكن ناخدها في فيديو اضافي. احنا بكده تقريبا انتهينا من شابتر 5. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.